جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر، إحدى الأخوات بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: نحن جماعة من الأخوات في شهر رمضان يصلي بنا أستاذ صلاة التراويح والشفع والوتر وعدد ركعات التراويح 8 ركعات، ثم نقوم بعد ذلك نحن بمفردنا عند منتصف الليل ونصلي حتى الفجر، فهل هذا صحيح؟ علما بأننا نصلي من المصحف جماعة. جزاكم الله خيرا. أيضا وجهونا عن عدد ركعات التراويح التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيفية إذا تكرمتم بذلك، وهل ما يتعلق بهذه الصلاة وكل ما يتعلق بهذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صلاة التراويح ليس لعدد ركعاتها حد محدود، ولكن الذي جرى عليه العمل عند العلماء فيه اختلاف بينهم، فمنهم من يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة تكون 8 ركعات منها تراويح و3 ركعات تكون وترا، هذا إذا صلى 11، وإن صلى 13 فتكون 10 ركعات منها تراويح يصليها مثنى مثنى و3 ركعات تكون وترا، فيكون المجموع 13، وهذا يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكن الصحابة كانوا يصلون التراويح، منهم من يصلي 23 ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، والذي كان يفعل في عهد عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون التراويح خلف إمام واحد جمعهم عليه عمر رضي الله عنه، فكان يصلي بهم 23 ركعة، 20 ركعة تراويح مثنى مثنى و3 ركعات هذه وتر، وإن زاد أو نقص فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي إذا كان يطيل الصلاة أن يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإن كان يخفف الصلاة فإنه يكثر من عدد الركعات، والحد المحدود ليس عليه دليل من السنة، وإنما هذا يرجع إلى نوعية الصلاة طولا وقصرا كما ذكرنا، وأي عدد صلى به أجزأ إن شاء الله وكفى، لكن مع إتقان الصلاة وإتقان القراءة والطمأنينة فيها ومراعاة أحوال المأمومين خلفه فلا يشق عليهم بالتطويل ولا يخفف تخفيفا يمنعهم من الإتيان بالواجب الصلاة، وإنما يتوسط. وإذا صلى الإنسان التراويح في أول الليل وختم بالوتر مع الإمام فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا أراد أن يتهجد من آخر الليل فلا مانع من ذلك، بل هذا فيه زيادة خير، يقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر إلى أن يطلع الفجر، ويكتفي بالوتر الأول الذي أوتره في صلاة التراويح مع الإمام، ويصلي في آخر الليل ما تيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونهن يؤخرن الوتر إلى وقت آخر ولا يوترن مع الإمام، هل من توجيه في هذا الشخص؟ هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يوتروا مع الإمام وأن يتابعوا الإمام ليحصلوا على الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.